سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى عليه الله وملائكته والمؤمنون وعلى آله وأزواجه وخلفائه وجميع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، ونحن ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان، من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ونحن في شهر القرآن مستمعي الكرام نستمتع بأصوات قرائنا، قراء مصر، هذا الكتاب العظيم، دستور هذه الأمة، نستمتع به في هذه الأيام، أيام شهر رمضان، شهر القرآن. ونستكمل الرحلة مع سورة الأعراف بدءا من الآية 56 بعد 100 وحتى الآية 70 بعد 100. تعالوا نستمتع بتلاوتها مع قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا أولئك هم المفلحون
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات
كذلك نبلوهم بما كانوا
كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون. والدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن والدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأعراف تلاها علينا القارئ الشيخ
حجاج الهنداوي من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. مستمعي الكرام، الدعاء هو من أفضل العبادات التي يحبها الله خالصة له، ولا يجوز أن يصرفها العبد إلى غيره. يقول ربنا في محكم كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مستمعي الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. مستمعي الكرام، حتى يؤذن بميلاد فجر هذا اليوم، تعالوا بنا نعيش معكم في ساحة الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ فرحان عبد المجيد. عفوك ورضاك يا رب، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. نجم قد حدث عن رمضان، وهلال الشهر به فرحان، نجم تحدث عن رمضان، قد حدث نجم عن رمضان، وهلال الشهر به فرحان. بطل ارشاد اضرب والحور العين تكلمه، والحور العين تكلمه، والحور العين تكلمه، وتردد بشرى عن رضوان. قد حدث نجم عن رمضان، وهلال الشهر به فرحان، قد حدث نجم عن رمضان، وهلال الشهر به فرحان، والحور العين تكلمه، والحور العين تكلمه، وتردد بشرى عن رضوان.
والحور العين تكلمه وتردد بشرى عن رضوان والحور العين تكلمه وتردد بشرى عن رضوان وطنين يسمع في عدن 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 باب الفردوس له العنوان وطنين يسمع في عدن وطنين يسمع في عدن وطنين يسمع في عدن وطنين يسمع في عدن باب الفردوس له العنوان شرفات في الجنة فتحت شرفات في الجنة فتحت شرفات في الجنة فرحت شرفات في الجنة فتحت شرفات في الجنة فتحت لتزف البشرى بالغفران شرفات في الجنة فتحت لتزف البشرى بالغفران فأحبة طه قد صاموا فأحبة طه قد قاموا فأحبة طه قد صاموا فأحبة طه قد قاموا فأحبة طه قد صاموا فأحبة طه قد صاموا فأحبة طه قد قاموا وتغلق أبواب النيران فأحبة طه قد قاموا فأحبة طه قد صاموا فأحبة طه قد صاموا وتغلق أبواب النيران أبواب الجنة في
فتحت بالقرب إلى الديان أبواب الجنة في رمضان، فتحت بالقرب إلى الديان باب الريان ينادينا، باب الريان ينادينا، باب الريان ينادينا، من قلبك قل أهلا رمضان. باب الريان ينادينا من قلبك قل أهلا رمضان، بالجنة جاء يناجينا، من قلبك قل أهلا رمضان، من باب الخير أتى رمضان، من باب القرب إلى الديان، من باب الحب أتى رمضان، من باب القرب إلى الديان، باب الريان ينادينا، من قلبك قل أهلا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، لآل البيت عز لا يزول وفضلا لا 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 تحيط به العقول، لآل البيت عز لا يزول وفضلا لا 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 تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا، كفاكم يا بني الزهراء
النبي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي 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 صلى الله عليك يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير
من عند الحق بلسان حق في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الواحد الأحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله العدل اليقين. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد رفع الأذان الشيخ فرحان عبد المجيد بعدما استمتعنا معه بمجموعة من الأدعية والابتهالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه ومنا. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد كما أنعمت علينا نعما عدة. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، ولك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد كما أنت أهله وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا لا ينفذ أوله ولا ينقطع آخره. اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر، ولك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك. لا إله إلا أنت، أنا السائل الذي أعطيت فلك الحمد، وأنا المخطئ الذي عفوت عنه فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيت فلك الحمد، وأنا المهموم الذي فرجت عنه فلك الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحان الله الذي في السماء عرشه وفي السماء عظمته، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة. يؤمنا فيها الآن الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة ارحمني ارحمكم الله. وساووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنكم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنك لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته،
ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان، من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. كنا معكم في هذا اللقاء قارئا القرآن الكريم الشيخ حجاج الهنداوي، ومبتهلنا الشيخ فرحان عبد المجيد، أمنا في الصلاة الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي إمام وخطيب المسجد. في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات محمد الورداني وحمدون عباس من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشياتي، محمد فتحي، لبيب عبد الهادي وسيد رجب، ومن استوديو 2 نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الدينية زميل محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للحادي عشر من شهر رمضان من عام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموافق للسادس عشر من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.